فصل الصيف ده بتبقى فيه الإقدام على الأفراح وعرايس كتير وكده. اللي ما عالجتش بشرتها من زمان من حب الشباب سايبه آثار، وخصوصا بتبقى شكلها وحش، عامله ندبات وسكارز، وفي اوريدي ناس بيبقوا مش قادرين يمنعوا نفسهم من الجانك فود، وما عندهمش ثقافه ان انا اكل ايه عشان انا عندي حبوب شباب. وامهات كتير ما بتقدرش تسيطر على اولادها، كل ده بيخليها شكل البشره ملتهب. صح. احنا ازاي نعالج ده؟ اولا زي ما احنا قلنا، البشره الدهنيه مشاكلها كتيره جدا، بدايه من حبوب شباب ملتهبه. الحبوب دي ممكن تبقى رؤوس بيضاء، ممكن تبقى رؤوس سوداء، كوميدونز اللي هي بيسموها الرؤوس البيضاء والسوداء، ممكن تبقى حبوب ملتهبه، ممكن تبقى حاجه اسمها نوديروسيستك اكني، اللي هي زي اكياس، او تحط ايدك تلاقي فيه زي حاجه تحت الجلد كده، حاجات ناشفه، حبوب ناشفه جدا ما بتخفش وبتفضل ثابته في مكانها. هي دي اكتر بشره عرضه ان هي تكون اثار حب شباب فيما بعد. دي من ندبات حب الشباب، اللي هي مشاكل كتيره انا اهملت وسبت 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 بشرتي لغايه ما اتحولت انا بقى عندي ندبات. الندبات دي انا بعالجها عن طريق حاجات كتيره جدا. للناس اللي بشرتهم فاتحه وما بتخرجش كتير في الشمس، بنعمل لهم حاجه اسمها فراكشنال ليزر. اوكي. الفراكشنال ليزر ده ليزر بينشط الكولاجين بتاع البشره. ودي صوره راجل هو ما بيحرمش حد من حاجه، يعني مش بس عروسه فرحها قرب، لا كمان عريس فرحه قرب. طبعا للشباب والبنات في سن الجامعه بيبقى مقرق جدا الموضوع بالنسبه لهم، وشه على طول مش صافي، شكله مش كويس. دي حبوب شباب نشطه، فدي برضو ينفع ان احنا نعالجها. حبوب الشباب النشطه في انواع معينه من العلاجات هي بتمشي عليها كروتين، وفي علاجات بنمشي عليها في المركز عندنا بيكون في صوره تاشيرات لايت جدا، بحيث ان هي بقلل من حده الحبايه الموجوده عندنا بدون ما وشي يلتهب واقدر انزل في الشمس. دي بقى البشره السمراء، البشره السمراء اللي هي سكين تايب الخمسه وسته، البشره دي لو انا عملت لها فراكشنال ليزر، خصوصا في ان احنا داخلين في فصل الصيف، هتبقى ريسك ان هي تسيب لي اثار بعد كده. اوكي. فانا بعمل لها ايه؟ بعمل لها حاجه اسمها خيوط امتلاء. خيوط دي مش خيوط بتشد، ده ابره رفيعه جدا جدا، بتكون البيشنت حاطه توبيكال كريم موضعي، وبعد كده بتبتدي تدخل بالخيط. دي برضو اثار حب الشباب وازاي ان احنا نعالجها. الله. بيختلف تماما عريس اموره. أيوة. عشان العروسه برضو بتبقى اموره. خيوط الامتلاء دي بنعملها ايه؟ فكره الخيط انا لا بيشد ولا بيعمل، ده هو بيعالج. هو الفكره ان هو خيط بيدخل دخوله في الجلد نفسها، بتعمل زي حاجه اسمها سبسيشن، يعني كاني بقطع كل الفايبرز والالياف اللي بتكون شدالي الحفره لتحت. دي منظر الخيوط، دي صوره مكبره لها. الصوره اللي فوق خالص ولا بتوجع ولا حاجه، صح؟ هتقولي لي كده وتضحكي عليا. لا طبعا بتوجع على فكره. الخيوط بتاعت النضاره، الخيوط بتاعت الشد ما بتوجعش، والخيوط بتاعت النضاره والامتلاء اللي بنستخدمها كنضاره واللي بنستخدمها لحب الشباب لاثار حب الشباب، فكرتها ايه؟ ان هي ابره رفيعه جدا، بس دخول الابره دي في الجلد بيسلك كانه بيقطع كل الالياف اللي شكل دبوس. شوف ازاي. يا سلام، تضحكي عليا تضحكي.